حس البري والله ستي هي كانت تسويها مشان المعده يمكن ممكن انا لانه بنو انت احرب واحد بالدنيا هو بينام تحتي ممكن من هو اخي بعدك بالحزازير عم يزن ما في نكتوبر قلبي تخير راحك مرحبا اهلا وسهلا كيفك تمام الحمد لله انت كيفك تمام بتعرفني عنا يا اسمي يحيى يحيى نعم يحيى كيف سرعت البديهه عندك يعني الحمد لله منيحه يعني انت حدا هيك حربوق بيلقط على الطاير ممكن اذا شيء بيلقط على الطاير ممكن انت حربوق ما حدا بيقول عن زيت عكير تفضل طيب يحيى جاهز تمام يحيى بتعرف شو هو الشيء اللي بتحمله وبيحملك بنفس الوقت بتحمله الاحرام غلط هلا الاحرام انت بتحمله سوى بيحملك ما بظن ممكن انا لانه بنام بيطير فيك يعني لا انا بنام تحت هو بنام تحتي ممكن مين هو الاحرام بيحمله بتحمله بتحمله بيحمله بيحمله بيحملك بنفس الوقت الجاكيت مثلا غلط جاكيت انت بتحمله سوى ما بيحمله انت احربق واحد بالدنيا حذرك حذره تانية معلم تفضل بس مو تحمله وتحمله طيب طيب في شيء ما بيمشي غير بالضرب ما بيمشي غير بالضرب حمل الحيوانات انت اجلك الله الحمار يعني ما بيمشي الحمار ممكن يمشي مو شرط تضربه ما بيمشي غير بالضرب ما بيمشي غير بالضرب ما بيمشي غير بالضرب شو هو معلم الجوال عم تلمس عليه عم تضرب عليه شو قصته؟ هلا هي الجواب مو الجوال بس معقول ما بعرف اذا بيحسبوا لي الجوال صح هو ما بيمشي الا بالضرب يعني انت اذا كمشت الجوال هيك ها بده يمشي اجباري وحياط الله هي مو الجوال بس رح احسب لك يا والله على راسي طبعا لانك حاولت تفكر عم تضربه معلم يحيى يحيى انت قنعت معلم خلص انت اقتنع لحالك طيب تعرف وين بيزرع نبات الحسحس البري؟ الحسحس البري سمعان في هذا النبات؟ والله ستي هي كانت تسويها مشان المعدة يمكن ليش بيمشي المعدة؟ لا هذا بيسوي كتام طيب لا مو هذا وجهه شو هذا؟ لا هلا هذا الجواب هيك نكتة بس عم بمزح معك ما في حسحس بري ما في شيء اسمه حسحس بري؟ وين هذا بياخذوه؟ ليكونوا بالشعلات طيب حذر شو هلا إذا مسكت بيضة وزتيتها بالبحرة تبع السبكة شو بيصير؟ نعم بيضة مسلوقة ولا نية؟ ما بفرق هلا إذا مسكت بيضة ونية ممكن زتيتها مثلا ممكن تفوش على المي وإذا مسلوقة ما بتفوز؟ ما بتفوش؟ لا هي بتفوز بس معلم ممكن ما تفوش بتفوش ولا ما بتفوش؟ المسلوقة بتفوش والنية؟ النية بتنكسر بتنزل تحت المي مو شرط تنكسر لا إجباري هلا النية بدها تفقس هلا أنت أي زت إلا بدك تلاقي ها؟ لو زت لك جواب ولا واحدة من بيناتهم الجواب ولا واحدة من بيناتهم إذا مسكت بيضة وزتيتها طيب إذا مسكت جاكيتك وزتيته إذا من بالماي والبيضة تنبل ماي نفس الشيء طيب ليش وقت أعطيتك مثال الجاكيت عرفته البيضة ما عرفته لا معلم لأنه هلا هي شيء وهي شيء أنت عم تسأل في مرة أنت ماسك بيضة وزادتها زادتها على راس جارنا قلت لي بدك تحذرني حزورة معلم في شيء بيشتغل بدون نار بيشتغل بدون نار سيارة لا سيارة ما بتشتغل بسكليت لا في شيء بيشتغل أسانسير لا هلا كل اللي عامل لك اياهم بيشتغلوا معلم بيشتغلوا بس شيء بيشتغل بدون نار يعني شيء بيشتغل بس انت بدون ما تشغل قداحة وتشغل نار معلم ببور شمعة؟ لا معلم هلا بتجي انت بتمسك حجرين بتحك الحجرين خلص اشتغلوا بتحط ورقة اشتغل الحجرتين هذا هو الجواب؟ هذا هو الجواب يا ريتني ما طلبت منك تحذرني ما انا ما بعرف شو بدي احذرك طب طاسة طرنطاسة بلاغ طاسة رمانة خلص اشتهيت واحد يطلع معي يحذرني اياها معلم اخي بعدك بالحزازير عم يزن ما في نكتوبر قلبي تخير روحك يعني انا كثير تشرفت فيك حبيب القلب انا كثير مبسوط انك طلعت معي انا مبسوط اني طلعت معك كمان تاج راسي لك دخيل ربك يحيى انت ربحت معنا جائزه مقدمه من يلا تي في من برنامج تراي اجين ونورتنا حبيبي يا عمي عزوز سلمتياتك ما قصرت حبيبي